روح شوفها. هاي نديها انا وكنت وحشانا. لا يا عندي يا عندي. لا لا صاحبي والله مكتب. والله يديها مع اسمي هذا مع اسمي بلا اسمي اصلي على اسمك شديد زين اسمعني اسمعني صاحبي ما تقوليش تاع الشكل هذا مشي هذا مشي اسمعني هذا مشي شنو تعمانين اسمع مش هذيك راه بصحة فطوركم والصحة شبتكم، مرحبا بكم اليوم في الحلقة تاع اليوم، الحلقة تاع اليوم راح تكون نار وشابة بزاف على بالي بلي غادي تعجبكم كلكم. كما تعودتوا على هذا البن تاعي راح نخرج للشارع ونحوس المدة. وعلى بالي بلي غادي نتلقى أسئلة على الأولياء تاعي وعلى الزوجة اللي توفات الله يرحمها مع الوالد والأم تاعي بالقاز. اليوم راح نشوفوا رد الفعل تاع الشعب الجزائري اللي يدي بنتي يتكلف بها ولا لا لا. نقول لكم تابعوا معنا الحلقة. الو وي خويا سفيان صافا لاباس؟ وي وحوا صافا لاباس بيان امين معاك لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله. يا سفيان راني في مشكل يا خو أسامة راه صار له مشاكل مانيش فاهم كاع واش كاين والله ما على بالي كاع واش كاين مصارين لي بروبليم مع دارهم مانيش عارف ايوا مع دارهم ما فهمتش من الصباح انا دوك ضربت معاهم دوك انا جينا هنايا كان سمعتو يهضر مع واحد في التليفون قال له روح لهنا كيما ارديس مانيش عارف كيما ارديس دخلت ارديس قال له روح نعطيك طفلاتي يعني نعطيك بنتي ايوا من الصباح انا نهضر معاه ما حبش يحشم ما حبش يحشم راني من الصباح ربي وانا نضارب ما غير على جال المشاكل هادو ما قالك يا ودي انا ما لباليش انا دوك سمعتو جاب لي ربي سمعتو يهضر مع واحد قال له روح نعطيك طفله مانيش عارف روح ندي بنتي ولا مانيش عارف والله ماني فاهم واني والله يا صوفيا ما حبش يحشم هو مره راه في دارهم ماشي في دارهم هنا في بلاصه انا كيما ارديس 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 ما على باليش ارديش كان انفصل لي شونطي عفسه وما على باليش هنا كان لي باتيم وشونطي نيشا كاين حدا كلينيك نورمالمون واه ومع مراك راني هنا معاني هنايا ما فهمتش انا كاع انا قاعد هنا مصباح نفهم فيه قلت له دوك كيش ندير ما على باليش انا راني حير هناك تعرفني هنا براني ما حتى واحد ما حبش يسمع لي قايدي ما حبش يسمعني الارديس هو راك جهه وين أرديس راني راني أنفاس الكلينيك راك عند الكلينيك راني عند الكلينيك جوست عند الكلينيك راني جاي تما صح
حسب الواحد دير غبي انا ما فهمتش انا. لا هو خاطئ هو غير زعما كان واحد قال لي نشوفك تديها يا شاف لي هذا الاخ. اي جا قال لي خا قال لي نديها انايا ولي كنت وحشها روح شوفها. انا نديها انا وكنت كنت وحشها انا. لا يا عندي لا لا صاحبي والله ما والله يديها مع اسمها زعما بلا اسمع صلي على النبي اسمعك شديد زين اسمعني اسمعني صاحبي ما تقوليش تاع الشاكي دير هذا مشي هذا مشي اسمعني هذا مشي تاع ماني نوار اسمع 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 صاحبي هذا صاحبي ما تجيبش ماني وهذه مالك مالك على بالي لا انت بدايه فرحان جيب لي فاكس يا جيب لي صاحبي ورا بروبليم خويا هذا انت بدايه فرحان جيب لي فاكس يا جيب لي صاحبي ورا بروبليم نشيطه صاحبي شي خوك صاحبي لا خويا هذا يعرف اللي تعرفه اللي يعرفه لا لا خويا هذا صاحبي صاحبي هذا صاحبي ساعونا خويا انا غادي نديها صاحبي وغادي كي توحش صاحبي ساعات لك ساعات لك ساعات لك ساعات لك صاحبي شراك ديرها هذا ساعات لك صاحبي طلقها صاحبي عرفت تتبعني اسد وين تبعك فيها عرفت فيها تعطيها الكلمه فيها والله غادي تطلع معايا سفيان انا مانيش باغي تكون عندك 3 ولا 4 ايام نعاود ندبر وين تديها انا راهي عندي في الضمان وامان ثاني هذه بنتي الضمان تهضر معايا بزيا وكاع اسمعني الضمان وامان تاكل تشرب ترقد تلعب كل شيء اسمعني كي توحش بنتها مرحبا بها اسمعني اسمعني بنادم من الاولى قبل ما تدي البنت شوف شكاين صاحبي صفي باش عارف صاحبي على بالي شكاين واحد في بنت صاحبي فهمني بس على الاولويه لي انا صاحبي صافي فهمت انا صاحبي هذا صاحبي انتيم والضوم والضومال معايا هذا في الفن فهمني ونعرف غايه ونعرف سياسه تاعه ونعرف كل شيء سما يعطيها لي لي ماشي يعطيها لي غادي يجي يعيش معايا صاحبي انت تديها وتروح هذا غادي هذا غادي يعيش معاها في الدار يعيش معايا واه صاحبي فهمني واه صاحبي هذا بصا ما غاديش تديها مرحبا بها الراجل ما ينقش يغبن واه على بالي واه انا راجل واه على بالي قيمة الرجال انت بارك الله فيك ما ينغبش فيه وش الرجال واه على بالي تبارك واه تبارك الله فيك انا راجل انت جا سيدي ما نجمش نمشي بلسان يجي وقت اللي باه زروك زروك كيما راك يجي يرقد ياكل انا ثاني صاحبي اسمعني غادي تروح معايا اسمعني صاحبي انت بارك الله فيك صاحبي فيك بارك انت في انسان فيك الخير شحال قعدت لي بلينا علاه انا نبغي الملائكه خليها صاحبي صاحبي اسمعني فهم شكون اللي يعطيها له صاحبي اسمعني يا اسامه اسمعني اخوك دير لي فلينا صاحبي وبزاري في يدي اسمعني غادي تفهم غادي نعيط لك شي حاجه لا صاحبي صاحبي تكنيشن تروح صاحبي لا لا ما نروح ما نجيبش حاجه هذا صاحبي يقلع حاجه تاع مال راسك صاحبي تاع تدي بزه لا حول ولا قوه الا بالله ما عرفت شي دابا معليش معليش هذه بات سمع بودنيك صاحبي غادي تروح تعيش معايا صاحبي لا 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 نشد صاحبي صاحبي 10 بزوج تشدهم كيما هكا وعيط عليك سفيان والله ما نشقوهاش غادي ما غادي تقول لك لا سفيان على بالي غادي تقول لك لا ديرك شوف صاحبي ياك مهبول دير اوت بالل الو دير اوت بالل واه واه صافا هايا وراكي دخلتي غادي تبغي اسمعيني دير اوت بالل دير اوت بالل اسمعيني اسمعيني راه عندي صاحبي راه عنده مشكل دابز مع داره وسابه ومرته وكل شيء ومرته عطاته بنته قالت له دبر راسك انت وياها هو شادال راه داير رونديفو راه باين يمدها لواحد اس كنتي تقابلي يجي معايا يعيش معايا في الدار يجي نجيبو بنته صح 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 من بعد صح 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 ايوا زيدو صح صاحبي انت بارك الله فيك خويا انت انسان فيك الخير صاحبي والله يحفظك خويا
عجبتني سفيان انه الوالده تاعك خرجت لنا خرجه ثاني ما كناش فيها والله بارك الله فيك خوتي الله يحفظكم عليك بارك الله فيك شفتهم واقفين ما شكيتش ما شكيتش واه شفتوا واقفين والجو برو كانت هنا ثاني كنا داسينها في الوطن ما شهاش واه واه بارك الله فيكم الله يعطيكم الصحه ان شاء الله قول لهم حاجه ها راهي في السما قول لهم حاجه هذه تاع رمضان ولا شعبان لا تاع رمضان هذه تاع رمضان نقول لكم تصوموا بالصحه ونهاركم مبروك ان شاء الله وصحه رمضانكم ونموت عليكم ميرسي الحمد لله الله يحفظك.